المتابعين الكرام، مع تواصل أشواط هذا اليوم، هذا هو شوطنا التاسع المخصص للثنايا البكار ضمن هذه الأشواط العامة، متمنين التوفيق لجميع المشاركين. كما نعيد تنويه اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بأن انطلاقات الفترة الصباحية قررت انطلاقتها بإذن الله تعالى وبمشيئة الله من صباح يوم القدر في تمام الساعة 5:45، أي الساعة 6:15 بإذن الله تعالى ستكون انطلاقات الفترة الصباحية في بقية الأيام القادمة والسباقات القادمة. متمنين التوفيق، ونتمنى أن التنويه وصل الشريحة الكبيرة العاشقة لهذه الرياضة العربية الأصيلة. إذن نتواصل مع المركز الأول ومن تحتل الصدارة والمقدمة. القفدية من تحتل المركز الأول تعود ملكيتها لفهد بن قصين بن عبد الله بن قصين العرجاني مع القفدية مع المركز الأول. نتابع المركز الثاني ومن تحتل المركز الثاني، القدوم من الظبي لعلي بن حمد بن صالح الشرقي، من تتواجد ويتواجد الشرقي في هذا الصباح المشرق، نتمنى له التوفيق كما نتمنى لإخوانه المشاركين السداد والتوفيق والنجاح. نتمنى التوفيق للجميع. وهذه هي من تحتل المركز الثالث، وصلت هنا شوق لطالب بن علي بن حمد الجربوعي على المركز الثالث. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع، القدوم والوصول على المركز الرابع من قبل الشاهينية لجابر بن ربيع بن صالح المري مع رابع المراكز، أبناء يبرين يتواجدون معنا في هذا الشوط قادمين من المملكة العربية السعودية. نرحب بكل من أتى وتعنى ووصل إلى دوحة الخير والمحبة وإلى منافسات أرضية ميدان الشحانية. ننتقل إلى المركز الخامس، المركز الخامس وصلت هنا على المركز الخامس العالمية لصالح بن مفتاح بن فرج آل عبد الله، من تتواجد على المركز الخامس بهذا الشعار الرياني الجميل والمميز. يلا يلا يا من يريد الناموس، نعود وإياكم إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة. القيادة مشاهدينا ومتابعينا الكرام هناك مع انطلاقة القفدية مع المركز الأول. القفدية من تحتل الصدارة تعود ملكيتها لفهد بن قصين بن عبد الله بن قصين العرجاني هنا على صدارة هذا الشوط على الانطلاق الأول على القيادة والريادة. يا سلام، يبدو لي قادم من المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة هنا في أرضية ميدان الشحانية. نعم، هذا هو بن قصين العرجاني، فهد بن قصين بن عبد الله بن غصين العرجاني مع المركز الأول ومع المقدمة مع القفدية. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، الظبي وهي بالفعل كأنها أحد الظباء. هذه الظبي شكلها جميل وقاوي للقاية، هذه هي الظبي ما شاء الله تبارك الله. علي بن حمد الشرقي مع الظبي على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، شوق من تحتل المركز الثالث لطالب بن علي بن حمد الجربوعي على المركز الثالث. ننتقل إلى شعار بن ربيع أو شعار بن مخزيم، نعم هذا هو شعار بن مخزيم على المركز الرابع مع جابر بن ربيع بن صالح المري مع الشاهينية ومع تحركات الشاهينية على رابع المراكز. ننتقل إلى المركز الخامس اللي وصلت على المركز الخامس، نوف لراشد بن مبارك بن ثلاب بن جليميد الهاجري. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. يا سلام،
نعود إلى الصدارة، إلى القفيدية مع المركز الأول. القفيدية لازالت هي من تتحكم في زمام هذا الشوط مع الانطلاق الأول والصدارة. يا سلام، القفيدية مع المقدمة نحو الناموس تنطلق مشاهدينا أيها الإخوة في كل مكان. القفيدية ملكيتها عائدة لفهد بن غصين بن عبد الله بن غصين العرجاني، ولكن الظبي، لاحظوا معي الظبي، تحركت الظبي، غيرت الظبي. يا سلام يا سلام على الظبي وعلى انطلاقة الظبي. الله، هذه الظبي تحركت وتغيرت الأمور وغيرت الأمور. هنا الظبي بانطلاقتها لعلي بن حمد بن صالح الشرقي مع المقدمة، مع الصدارة، مع القيادة. يا سلام، الله، هذه مشاهدينا ومتابعينا الكرام، الظبي بانطلاقتها تحركت وعلى المركز الثاني كذلك تحرك من شوق طالب بن علي بن حمد الجربوعي مع شوق على المركز الثاني. هنا تتراجع القفيدية على المركز الثالث، تعود ملكيتها لفهد بن غصين بن عبد الله بن غصين العرجاني، وعلى المركز الرابع من غيرت إلى المركز الثالث الشاهينية لجابر بن ربيع بن صالح المري، وعلى المركز الخامس وصلت هنا نوف راشد بن مبارك بن ثلاب بن جليميد الهاجري. شكرا لأحمد السادة على التواصل المستمر دائما معنا في عربة النقل لتوصيل المعلومة لنا كمعلقين. 1500 متر، كيلو ونصف الكيلو على خط النهاية. القيادة مع الظبي مشاهدينا ومتابعينا الكرام، الظبي من تنطلق، الظبي من تقود هذه الجموع. الظبي يا سلام، الله، بن مخيزيم يتحرك في هذه اللحظات الشاهينية. جابر بن ربيع بن صالح المري من يتحرك على المركز الثاني، غير واحتل المركز الأول، نعم غير واحتل المركز الأول مع لائحة 1200 متر الأخيرة. هذه الشاهينية والظبي، الظبي والشاهينية، وعلى المركز الثالث يتحرك شعار بن ثلاب مع نوف راشد بن مبارك بن ثلاب بن جليميد الهاجري على المركز الثالث، وعلى المركز الرابع غدوم ووصول في هذه اللحظات من شواهين خالد بن محمد بن خالد العطية، وعلى المركز الخامس تتواجد هنا ضجة منصور بن غانم منصور آل سيف الخيالين. نعود إلى شعار بن ثلاب، شعار بن ثلاب غير مجريات هذا الشوط، انتقل إلى المقدمة. يا سلام، هذه مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نوف اسمها من ثلاث حروف، هنا مع الصدارة مع المقدمة نوف. يا سلام يا سلام على نوف وعلى انطلاقة نوف، هي من تحتل الصدارة، هي من تقود هذه الجموع. ولكن تابعوا المركز الثالث، شوفوا اللي قادمة على المركز الثالث، قادمة ما شاء الله تبارك الله، لا محالة. يا سلام، الشوط ولع يا جماعة، الشوط ناري. التغيرات هنا، غير شعار بن ربيع، شعار بن مخزيم. يا سلام، الله، هنا التغيير مع الشاهينية جابر بن ربيع بن صالح المري، ولكن شعار العطية، شعار بن عطية هناك من الجانب الأيمن، الله، مع شواهين خالد بن محمد بن خالد العطية. وهنا القدوم من شعار العوينة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل. الله، وصلت ضجة وشواهين وضجة اللحظات الأخيرة. وهناك من الجانب الأيمن شعار بن ثلاب ضجة. يا سلام، ضجة مشاهدينا الكرام، ولكن شعار بن ثلاب، ولكن ضجة تهانينا والناموس لمنصور بن غانم بن منصور بن سيف الخيارين على فوز ضجة بالمركز الأول. المركز الثاني نوف لراشد بن مبارك بن ثلاب بن جليميد العجري. أما المركز الثالث فوصلت على المركز الثالث شواهين لخالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية. أما المركز الرابع وصلت مياس لمحمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي. أما المركز الخامس فكان الوصول من بينونة لعبد الله بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى في هذا الشوط. نهني جميع الفائزين، نهني مالك ضجة من فازت معنا بناموس هذا الشوط. 9 دقائق 35 ثانية
37 جزءا من الثانية. هذا هو توقيت طجة تهانينا لمنصور بن غانم بن منصور بن سيف الخيرين على فوزها بالمركز الأول. أما المركز الثاني وصلت على المركز الثاني نوف، قطعت المسافة 9 دقائق 39 ثانية 75 جزءا من الثانية. تهانينا لراشد بن مبارك بن ثلاب بن جليميد الهاجري. أما المركز الثالث فوصلت فيه شواهين، قطعت المسافة في 9 دقائق 39 ثانية 81 جزءا 81 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك شواهين خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية.